لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة هنبتدي مع بعض نشرح منهج Discover Primary 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 2 الترم الثاني. كل سنة وانتم طيبين، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. منهج الترم الثاني بيبدأ بثيم 3 او المحور الثالث اسمه How the World Works. How the World Works او كيف يعمل العالم. Origins او اصول الاشياء، اصل الاشياء، كل حاجة بيكون ليها اصل، ليها بداية، ازاي بدأت، ده اسمه Origins. Origins يعني أصول الأشياء، هنعرف يعني إيه بشكل أكبر دلوقتي. هو بيتكون من 3 chapters أو من 3 فصول. Chapter 1 اللي هو Patterns of Change، Patterns of Change أو أنماط التغيير. Chapter 2 A New Look to Ancient Art، A New Look to Ancient Art يعني نظرة جديدة على الفنون القديمة. New look، نظرة حديثة. Ancient يعني قديم يعني عتيق. Art يعني فن، يبقى نظرة حديثة على الفن القديم، الفن العتيق. Chapter 3 الفصل الثالث Origins of Medicine. Origins of Medicine يعني أصول الطب، أصول علم الطب وعلم الدواء. Origins of Medicine يعني أصول علم الطب. طبعا Chapter 1 أو الفصل الأول Patterns of Change. Patterns of Change يعني أنماط التغيير، إزاي الحاجات بتتغير وبيحصل عليها تغير بمرور الوقت، هنعرف ده في Patterns of Change. Patterns of Change أنماط التغيير. طبعا هنا التيتشر دي أو المعلمة دي بتقول لأصدقائنا بعض الحاجات الخاصة بالأوريجينز أو بأصول الأشياء، فبتقول لهم هنا Everything in life has a beginning. Everything، كل شيء in life، في الحياة، have a beginning، بيكون لي بداية. How the universe began، إزاي بدأ الكون. And how humans came into begins، وإزاي جه بداية البني أدمين. Even animals، حتى الحيوانات. And plants، والنباتات. This is called origins. This is called origins. ده بنسميه أصول الأشياء. Could you give me other examples؟ تقدروا تدوني other examples أو أمثلة تانية؟ فأصحابنا هنا واقفين قدام التيتشر دي وكل واحد فيهم بيقول لها example من examples المختلفة. فهنا صديقتنا بتقول لها cultures، الثقافات. طبعا الثقافات اللي هي الحاجات اللي خاصة بكل شعب من الشعوب، كل شعب بيكون ليه الثقافات بتاعته، زي الأكل بتاعه، الشرب بتاعه، الهدوم اللي هو بيلبسها، دي اسمها cultures الثقافات. وطبعا هي بتمتد أو بتشمل حاجات كتيرة جدا. بتقول لها cultures have origins أو الثقافات ليها أصول، ليها أصول بدأت منها. صديقنا هنا بيقول لها sciences أو العلوم have origins برضو ليها أصول بدأت منها. صديقتنا هنا بتقول لها languages اللغات have origins كمان ليها أصول. فهنا بيعرف لنا بقى كلمة origins أو الأصول، فبيقول لنا origin أو أصل الأشياء is the thing، هو الشيء، from which something comes، اللي جه منه شيء ما، or the place أو المكان where is started to exist، اللي بدأ
في الشيء ده ان هو يتكون ويبقى موجود، ياخد حيز من الواقع بتاعنا. يبقى origin او اصل الاشياء، is the thing هو الشيء، from which something comes اللي جه منه شيء ما، or the place او المكان where it started to exist المكان اللي بدأ منه الشيء ده يبقى موجود. ده طبعا الـ definition او التعريف الخاص بـ origin. origin او اصل الاشياء بيعرفنا ان اصل الاشياء او اصل شيء معين هو المكان او هو الشيء اللي بدأ منه الشيء ده، الحاجة اللي بدأ منها الشيء ده، او المكان اللي بدأ منه الشيء ده ان هو يبقى موجود. طبعا عندنا في اتنين اصحابنا هنتكلم عنهم في patterns of change او انماط التغيير. طبعا هم سالي ورامي اصدقائنا وهم بيكبروا. سالي and رامي are growing. سالي ورامي بيكبروا. عايزين بقى نعرف ازاي واحنا بنكبر، اول ما بنتولد بيكون شكلنا عامل ازاي، وايه الباترنز اوف تشينج او انماط التغيير اللي بتحصل لنا. بيحصل علينا تغيير وبيحصل لنا تغيير بمرور الوقت شكله عامل ازاي. عايزين نتكلم عن ده عن طريق ان احنا نتكلم عن اصدقائنا سالي ورامي. فهنا التيتشر الجميلة دي بتقول لأصحابنا في الكلاس روم: Hello dears، أهلا يا أعزائي. Let us discuss، خلينا نناقش. Discuss يعني نناقش. How we change، How we change إزاي إحنا بنتغير. When we grow، When we grow لما بنكبر. Could you please، ممكن لو سمحتوا، Share how you have changed، تشاركوا إزاي أنتوا تغيرتوا. When you grow لما كبرتوا. يبقى مرة تانية: Hello dears، Let us discuss how we change when we grow. Could you please share how you have changed when you grow. فأصحابنا هنا طبعا بيبتدوا يشاركوها ويعملوا معاها sharing ideas أو مشاركة الأفكار والأراء. أول صديق هنا بيقول لها: Getting taller، Getting taller يعني بنصبح أطول، بنطول في الطول. Getting taller يعني بنصبح أطول، يعني بنطول بيبقى طولنا أكبر بمرور الوقت. صديقنا هنا بيقول لها: Being able to explore، explore يعني نكتشف، نستكشف. And learn ونتعلم. To do more things، to do more things إن احنا نعمل أشياء أكتر. Being able إن احنا نكون قادرين. To explore إن احنا نكتشف أو نستكشف. And learn ونتعلم. To do more things إن احنا نعمل أشياء أكتر. طبعا ده بيحصل لما بيحصل لنا growing أو بنكبر بمرور الوقت، بنتعلم إزاي نقدر نستكشف أشياء أكتر ونتعلم أشياء أكتر. وصديقتنا هنا بتقول لها: Learning new skills، learning يعني إن احنا نتعلم، new skills، new skills يعني مهارات جديدة. فالتيتشر بتقول لهم هنا: Thanks for sharing your ideas، متشكرة إن انتوا شاركتوني أفكاركم وآرائكم. Growing تعريف النمو، إن احنا نكبر أو ننمو. Growing ده تعريفه: As humans كبني أدمين كبشر، We begin our lives as babies، احنا بنبدأ حياتنا كأطفال رضع. As babies، babies اللي هي الأطفال الرضع. Depending on our parents، معتمدين. Depending يعني بنعتمد على. Our parents، our parents أبائنا، بابا وماما. In everything في كل شيء. As we grow older كلما كبرنا أكتر. We are able to learn إحنا بنكون قادرين إن إحنا نتعلم. To do more and more things independently. Independently يعني بمفردنا باستقلالية، مش محتاجين لحد يساعدنا. يبقى as we grow older كلما كبرنا أكتر في السن. We are able to learn to do more and more things independently. بنكون قادرين إن إحنا نتعلم حاجات أكتر وأكتر independently بمفردنا بشكل مستقل. يبقى تعريف الـ growing أو تعريف النمو: As humans كبشر، We begin our lives as babies. Depending on our parents. In everything
As we grow older, we are able to learn to do more and more things independently. ده تعريف النمو أو growing، يعني التعريف الجميل ده. هنا أصحابنا بيشاركوا بعضهم الأيديز وبيعملوا sharing ideas، فهي بتقول له بعض الأفكار الخاصة بالgrowing، وهو كمان بيرد عليها وبيقول لها أفكاره، فهي بتقول له It's interesting، إنه من الشيق، حاجة شيقة جدا إن احنا نعرف، to know، إن احنا نعرف that when we grow، إن احنا لما بنكبر، لما بننمو، we change physically. physically يعني بشكل مادي، جسمنا بيكبر بشكل مادي. develop new skills، كمان بنطور مهارات جديدة. and abilities، وقدرات جديدة. abilities يعني قدرات. to practice، إن احنا نتدرب new activities، على أنشطة جديدة. يبقى مرة تانية it's interesting، إنه من الشيق to know that when we grow we change physically. develop new skills and abilities to practice new activities. ده طبعا معلومات مهمة جدا، إن احنا لما بننمو وبنكبر احنا بيحصل لنا physically change. physically change او تغير مادي، فاحنا جسمنا بيكبر، فبالتالي ده اسمه physically change او تغير مادي، مادة جسمنا بتكبر. وكمان بيحصل لنا تغير داخلي، ان احنا بنقدر نعمل develop او تطوير ل new skills، مهارات جديدة. و abilities كمان، abilities يعني مهارات، بنتعلم حاجات جديدة ومهارات جديدة. to practice new activities، to practice new activities، ان احنا كمان نقدر نتدرب على activities جديدة او على انشطة جديدة. صديقنا بيرد عليها وبيقول لها in fact، in fact يعني في الحقيقة we are growing every day، we are growing every day، احنا بنكبر كل يوم. mom، امي، told me، told me اخبرتني that I started to take my first steps، ان انا بدأت اخطو خطواتي الاولى، اقدر امشي خطواتي الاولى when I turned one year old، لما انا اكملت سنة واحدة. spoke my first words، اتكلمت اول كلماتي at one and a half years، لما كان عندي سنة ونص. and when I turned four، ولما كملت اربع سنين. I started going to school، أنا بدأت أروح المدرسة. and to the swimming trainings، وكمان تدريبات السباحة. يبقى مرة تانية هو بيقول لها بقى معلومات أكتر، إزاي هو حصل له changes أو تغيرات في حياته من ساعة ما اتولد لحد ما بقى عنده 4 years old. فبيقول لها in fact، في الحقيقة we are growing every day، mom told me that I started to take my first steps when I turned one year old. spoke my first words at one and a half years. and when I turned four, I started going to school and to the swimming trainings. وطبعا في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها واحنا بنتكلم على الـ patterns of change أو أنماط التغيير. إحنا كنا أخذنا في الماس حاجة اسمها الـ number line، الـ number line أو خط الأعداد. في حاجة اسمها timeline، timeline اللي هو المخطط الزمني، يعني برضو بنعمل خط بنرسم عليه 1, 2, 3, 4, 5 وهكذا. الأرقام دي بتمثل بقى سنين، ده بنسميه الـ timeline أو المخطط الزمني. بنحدد عليه كل سنة ممكن يحصل فيها change عامل ازاي او تغير عامل ازاي فينا او في حد او في شخص من الاشخاص. فهنا بنتكلم على my timeline، my timeline او المخطط الزمني الخاص بي انا. هنتكلم بقى عن changes او التغيرات اللي حصلت لي على مدار السنين المختلفة، وده اسمه timeline. فmy timeline يعني المخطط الزمني الخاص بي. فهنا بيقول لنا look at Sally's timeline، انظر على المخطط الزمني الخاص بسالي showing the important abilities، اللي بيوضح important يعني هام
القدرات الهامة important abilities القدرات الهامة. she gain اللي هي قدرت تكسبها gain يعني كسب. she gained اللي هي قدرت تكسبها gain يعني يكسب. while growing بينما هي بتنمو. then answer وبعد كده جاوب على الأسئلة اللي جاية. فمرة تانية look at Sally's timeline showing the important abilities she gained while growing then answer. فطبعا زي ما احنا شايفين هنا ده التايم لاين او المخطط الزمني بيبدا من سنه 2012 او سنه 2012 بعد كده 2013 2014 2015 2016 2017 2018 بيبدأ من سنة 2012 حتى سنة 2018. سنة 2012 أو 2012 هي كانت لسه مولودة بعد كده. فعشان كده كتب لنا Sally was born. Sally اتولدت سنة 2012 بعد 1 year أو after 1 year بقى عندها age 1 أو سنة رقم 1. Sally walks. Sally walks. Sally بدأت تمشي وهي عندها سنة. 2014 أو سنة 2014 age 2 بقى عندها 2 years old. Sally eats independently. Sally eats independently. Sally بتاكل بمفردها بقت بدأت تحط ايدها في الأكل وتاكل بتاكل بشكل مستقل. 2015 age 3 بقى عندها 3 years old. Sally rides a bike. Sally بدأت تركب عجلة صغيرة دراجة صغيرة. 2016 age 4 عندها 4 years old. Sally swims. Sally swims. Sally بدأت تتعلم السباحة وبتقدر تعوم في المية. 2017 age 5 بقى عندها 5 years old. Sally كبرت خلاص. Sally writes. سالي رايتس. سالي بدأت تكتب تتعلم ازاي تكتب الكلمات المختلفة. 2018 6 years old. سالي reads. سالي قدرت تتعلم القراءة. طبعا ده التايم لاين او المخطط الزمني اللي بيمثل التشينجز او التغيرات اللي حصلت لسالي من ساعة ما اتولدت لحد ما بقى عندها 6 years old أو 6 سنوات. فهنا بيقول لنا نوت لاحظ each mark كل علامة من العلامات اللي على التايملاين ده أو المخطط الزمني ده on this timeline represents one year بتمثل سنة. وهنا سالي طبعا بتقول لنا this timeline المخطط الزمني ده helped me ساعدني to capture إن أنا ألتقط how I have grown إزاي ان انا التقط او الاحظ كده واخد صورة كده how I have grown ازاي انا نميت وبقيت بنمو and changed وتغيرت in the past years in the past years في السنوات السابقة. وانا بيقول لنا كمان remember او تذكر timeline المخطط الزمني is a tool يعني أداة that looks like a number line زي ما قلنا من شوية إن هو بيشبه number line أو خط الأعداد that we use to understand اللي احنا بنستخدمه to understand علشان نفهم the order of events ترتيب الأحداث in history في التاريخ. يبقى مرة تانية timeline is a tool هو أداة that looks like a number line بيشبه في شكله ال number line أو خط الأعداد that we use to understand اللي احنا بنستخدمه علشان نفهم the order ترتيب of events الأحداث in history في التاريخ. بكده نكون أخذنا أول حلقة أو أول جزء في شرح منهج discover الترم الثاني ل primary 3 أو الصف الثالث الابتدائي. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وإن شاء الله هننزل حلقات على طول ورا بعض
علشان نخلص شرح الترم التاني على طول، وأتمنى إن انتوا تتابعونا أول بأول. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.